السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هو كيت. الحين شفنا لعبة ارك سرفايفر ايفولف وسيرفر الحياة الواقعية. وبعد التطويرات صار لي اسبوع كامل اشتغل على السيرفر والجو بدا يصير خايس ما عليه. يلا خلنا نبدا على التحديثات الجديدة اللي سويناها في السيرفر. انا الحمد لله اني الحين مستانس بالشغل كله اللي صار. طبعا البوابة الحين ما اشتغلت عليها، لان البوابة شيء اساس، مو اساس يعني، احتمال تنكسر احتمال تخرب. خلنا نبدا عد الحلاوة هني. حلاوة تبدا بالبنيان الجديد اللي صار. تبي تقول الحين شنو البنيان؟ شنو هذا؟ شنو سويت؟ اسبوع كامل غطيت وما شنو. اول شيء خل نروح عند البنك، لاني راح يصير اختلاف في الفلوس واختلاف في الاشياء الجديده اللي راح اسويها. طبعا هذا ما سويت له شيء للحين، ما اشتغلت عليه. طبعا الحين بتقول انت السيرفر صدق كذب؟ ناس بعضهم قالوا لي هذا السيرفر قاعد يستعبط ويسحب علينا وما ادري شنو، سيرفر يعني بيكون صعب مستحيل تسويه. سيرفر صار، انا اقول لكم انه خلاص كمل تقريبا 80% ايه اقدر اقول. والحين هذا البنك الجديد وشكله الجديد الحلو. طبعا تشوفون الفرق، بوريكم صور الفرق ومن الجوانب وكل شيء. كبرته زياده، حطيت له بوابه كبيره، غيرت الوان، صبغته، صار له اشياء حلوه وفخمه. خلنا اوريك اياها من داخل عشان تشوفون الاشياء. قبل على كان دريشتين او استقبلها 3 درايش، فخليت دريشتين عشان يمكن ما راح يتوظفون 3 اتوقع. وخليت غيرت شوي من الدرج، لفيته شوي وخليته يعني احلى كشكل كمنظر. وخليت فوق فتحة حلوة انه عشان اللي فوق يقدر يطلعون لتحت واللي تحت يقدر يطلعون لفوق، منظر حلو وجميل. طبعا هذا ما غيرته. الشيء اللي تغير والشيء الكبير يعني حيل اللي فرق بالمكان اللي هو الفلوس والخزنات هذه اللي كلها قاعد تشوفونها الحين الناس الحين صح يعني بتدخل السيرفر. اول ما تدخل السيرفر راح تجي عند البنك تفتح صندوق. الصندوق هو شنو يعتبر؟ يعتبر نفس حسابه في البنك، يعني يصير البنك صدق انه يمسك فلوس الناس ويعني يرقم فلوسه على حسب ارقام يعني مثلا هذا مثلا اكيو دبليو، خلينا نقول يعني مثلا شرطي، كتبنا عليه شرطي هذا اهوك، يعني انا يعني كتبت يعني مثلا فلوسي ما حط ولا فلس يعني للحين. يعني كل واحد بتكون له اسم وصندوق خاص يقدر يحط فيه فلوسه ويأتمن فلوسه. واللي يفتح صندوق اول مره ياخذ 100 لولو ابيض بلاش. طبعا الحين قاعد اقول لك لولو ابيض لان الحين راح تفرق السالفه، انا الحين اوريك. وهني بعد صناديق، هذا راح شغلة البنك راح يتعبون شوي بس راح ياخذون معاش قوي ان شاء الله. وهني بعد صناديق ثانيه راح يكون الشغل ان شاء الله مرتب احلى منه ما يكون. هذه سالفه الفلوس والبنك، التطورات. السالفه الماديه يعني سالفه الفلوس الجديده راح تكون الفلوس، العمله الجديده اللولو الاسود. اللولو الاسود هذا من اندر انواع اللولو، يعني اندر 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 شيء يقول لك يا ممكن تشوفه من لعبه ارك. راح يكون عندنا عملتين، لولو ابيض ولولو اسود. تقول شلون لولو ابيض ولولو اسود؟ شوف الحين خلني اركز شوي وناخذها حبه حبه على كلام قبل. لان اللولو الاسود نادر حيل، فهمت؟ يعني اللولو الابيض ممكن يجيب لك واحد عادي، يجيب لك 100 سهل حيل يجيب لك 100، بس اللولو الاسود ما يقدر يجيب منها يعني تقريبا لا تعب شد حيل او مدري شنو، تجتمعوا مع ناس يمكن يطلعون بس حبه واحده من اللولو هذا. اللولو هذا نادر حيل، ما يلقونه حتى انا ما ادري شلون يلقونه، من سمكه نادره تحت الماء بالماي. وسمكه هذه اصلا بالياله تشوفها، واذا شفتها ما تقدر تحصل منها، هذا اذا طلعتك حبه واحده يعني نادر حيل. بتكون الحين ليش خليت اللولو اسود؟ بقول لك صار في اشياء واجد تقدر تشتريها، وصار يعني الحين يعني الواحد الحين يقول شلون بجمع اللولو الحين؟ شيء راح اقعد فقير طول السيرفر. بقول لك لا، لان بالتحديثات او البني الجديد اللي سويته راح اوريكم حبه حبه. بس قبل لا اوريكم خلينا نصعد شوي فوق، نطالع اللي فوق. فوق خليت هني شويه كراسي، وخليت هني كبرت المساحه الخارجيه اللي برا هني. طبعا للحين ما خلصت صبغ الطابق الثاني عشان اقول لكم شغلي طول حيل، كان علي اختبارات مدري شنو وبلوه الصيفي كنت ماخذ. وريتكم اشياء لا خلوا الحين بدشكم بنوريكم الاشياء اللي هني. تشوفون المباني هذه كلها بانيها، مباني صارت خلاص بدا يكتمل السيرفر على وشك، يعني على وشك خلاص انه ينتهي.
ان شاء الله. وبعد راح يكون في تحديثات يعني، حتى لو فتح بعدين راح يكون في تحديثات. وحنا يعني جربنا شو اسمه طريقه ان الواحد اول ما يدخل السيفر مثلنا كل التمثيل وطلع مضبوط مضبوط واحلى منه ما يكون. الحين خلنا ناخذ المبنى، خلنا احترت والله بالمباني من ابدا فيه. خلنا نبدا من اليسار، خلنا نبدا من اليسار من هنا. اي لا ولا اقول لك لا خلنا نبدا من هنا، خلنا نبدا من والله البني صار واجد صعب. حلو المبنى هذا، المبنى هذا الحلو راح يكون راح تصدمون الحين. المبنى الحلو هذا اللي ماخذ العزاوي راح يكون الحداد. بتقول لي اوف كل هذا حداد، كل هذا حداد ليش؟ بقول لك مو حداد بس، يقول هذا حداد ومهندس. اخذت من تعليقات الناس جزاهم الله خير، مهندس وبعد شنو بياع اسلحه، ثلاثه بواحد. ندش اول ما ندخل المكان هذا راح نشوف شنو نشوف عندنا. راح نشوف هني بياع الاسلحه على اليسار جان شوب كاتب، وهني راح تشوف المهندس جنبه على طول، وهني الحداد. بتقول الحين ليش راح اشرح لكم حبه حبه ليش. يعني الحداد الحين يعني الحداد والمهندس وبياع الاسلحه يحتاجون بعض، فهمتوا؟ يعني الحداد هو يقدر يصنع طلقات، بس من يعطيه الطلقات؟ راح يعطيها راعي الاسلحه. زين راعي الاسلحه يحتاج يصلح، يعني يصلح اسلحته، من راح يصلحها؟ الحداد. الحداد يحتاج مثلا، او استغفر الله، المهندس يحتاج يعني مثلا خلينا نقول قزاز، مثلا قزاز يحتاج حديد صح، يروح عند الحداد ياخذ له حديد، وكذي كل شيء مربوط ببعض. يعني هذول الثلاثه يكملون بعض، يعني مستحيل تحطهم اماكن مفترقه. يعني كذي خليناهم جنب بعض وضبطتهم على ان تصير ثلاث درايش. والواحد اللي بيجي يشتري، يعني مثلا بيجي يشتري سيف، يجي يشتري سيف يروح عند الحداد، بيشتري فرد يشتري فرد يروح عند هذا البياع الاسلحه، يشتري فرد يشتري طلقات ويمشي مثلا. او مثلا بيشتري مثلا خلينا نقول اساس بيت مثلا، او طوف بيت، يروح عند هذا المهندس، يقدر يشتري طوف، يقدر يشتري مدري شنو، طوف حجر، طوف اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء شي عند المهندس. وغير كذي يعني مثلا سرج، يعني انا مثلا ابي سرج حق ديناصور فلاني مثلا، راح يروح عند الحداد يقول له مثلا عطني السرج حق الديناصور فلاني هذا. يجي يعني خلاص انا اخذت السرج، الحين السرج ودي اصبغه وانا اروح عند المهندس. السالفه شوي مشبوكه ببعض. المهندس شي بيكون عنده، خلنا ندش داخل خلنا نوريكم. المهندس بيكون اول شيء، طبعا هذا ما يحط حق مهندس عشان يستانس بشغله، مهندس لازم عاد يكون واحد فنان، لان مهندس راح يستعمل الجهاز هذا عشان يطلع الصبغ او يطلع الوان، يقدر يصبغ فيها البيوت، يقدر يصبغ فيها السروج، يقدر يصبغ فيها الاسلحه والدروع، يعني كل شيء يكمل بعض. مثلا 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 واحد جاء قال ابي سلاح مثلا شوتجن لونه احمر، الحداد مثلا على الطلب هذا طلب خاص صح، راح يروح الحداد مثلا، انا الحداد راح اقول خلاص الحين اصنع على السلاح مثلا، اجي هني مثلا قاعد اعطيكم امثله حلوه، اجي هني مثلا تبي سلاحه اروح اصنع له السلاح الشوتجن، واروح عند المهندس واقول له اصبغ لي يصبغ، ويصير بيع وشراء. غير المهندس يعني راح يكون عنده شغلتين، راح يكون مهندس ويكون عنده مكاتب. المكتبة هذه راح تكون شنو مثلا ها شفت المكتبة هذا، ثلاث مكاتب هذه راح تكون حق الناس اللي تبي تبيع شغلها. يعني مثلا شفت هذه الاشياء هي كتب، وهذه يعني تخلي يعني مثلا الحين هذه دريشة من حديد صح، دريشة من حديد بس شنو يتخلي الحديد اقوى، يعني الليفل مالها اقوى، فهذا راح يحتاجها المهندس، او راح يحتاجها مثلا هذا. خلنا نعطيكم مثال على هذا، في سرج، السرج هذا راح يكون اقوى ليفل، شوف الدرع ارمر 32 وماكس ديفولت 71، وهني بعد اشياء خاصه حق المسدس تقدر تركب هذا، يعني اشياء واجد يقدر يسويها الحداد والمهندس واللي راعي الاسلحه، يعني مكملين بعض. وغير كذي الواحد يعني مثلا انا ليش حاطه شموع، او يعني حاطه شموع مو مصبغه ولا مسوي له شيء، متعمد تدري ليش؟ لان الاشياء هذه او المبنى هذا راح يكون
خاص يعني حق الناس اللي تبي تسرق. انا فكرت فيها السرقه هذه، يعني واحد بيجي يسرق يعني مثلا جابه تيركس طنخ عنده اشياء واجد، يجيك ينط فوق المبنى هذا، حتى حاطه نزله سهله، ينط فوق المبنى هذا يكسره وياخذ اشياء، يعني يكون على الاقل سهل ترميمه وما يكون في كهرباء عشان يزعجنا شغلات كهرباء نجر ركبها مره ثانيه، راح يكون بس شموع خلاص. سهله حق الناس اللي تبي تجي تسرق، يعني على كلامكم يا شباب ما ادري متحمسين بالسرقه اكثر من الشغلات الثانيه، لان في شغلات واجد سويتها غير هذا. خلاص خلنا على هذا، راح اشرح اكثر حق فيديو ثاني، راح افصفص كل وظيفه لان صار في وظائف واجد. حلو، الحين المبنى هذا على اليمين هذا راح يكون الفندق. الفندق الله يسلمك راح يكون بابه مفتوح يعني حق الكل. شو بيكون؟ خلنا ندش نشوف الفندق شو بيكون. بسم الله، هذا الفندق. اوبا، الفندق مقسم على شقق. الشقق هذه للاجار، يعني مثلا ها شوف شقة رقم كم، الشقة رقم 3 والشقة هني كنا 4، اي 4. كلهم مقسم، يعني هي سويت 10 شقق عشان الناس تقدر تنام فيها وتعيش فيها. بعدين اذا يعني كثر السفر او صار في حماس اكثر ودشوا ناس واجد ويبون يعني ما قدروا، راح ابني طابق ثالث، او المهندس يبني طابق ثالث وله طبعا معاشه. الشقة راح يكون فيها أجار، الأجار ما راح يكون باللولو الأسود، راح يكون باللولو الأبيض، لأن اللولو الأبيض هو أرخص وأهول لهم، لأن اللولو الأسود راح يكون صعب جيبته، وأنا أقول لكم وين راح تجيبونه. حلو، بالطريقة الأسهل، يعني مو إنك تذبح حيوان ومدري شنو تحصله. كل شقة راح يكون فيها ثلاجة صغيرة، هاي الثلاجة الحلوة، وراح يكون فيها صندوق، الصندوق يعني الصندوق والباب. راح نعطيكم رقم سري وتقدرون تحطون سريركم، واذا تتاثثون شوي كيفكم خذوا راحتكم. كل شقه كذي، مثلا كل شقه لها دريشه وتطل على مثلا الاماكن هذه، خلنا اوريكم اياها من برا. خلصنا الموضوع التاجير كله راح يكون عند البنك، يعني مثلا تروح تاجر، تروح عند البنك تقول ابي اجر شقه رقم 6، رقم 6 يقول خلاص رقم 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 الباب كذي ورقم الصندوق كذي. تروح تكتب، يعني مثلا تجي هنا تكتب الرقم هذا، راح يفتح لك على طول الباب ويفتح لك الصندوق بعد. بس كذي هي فكرة الفندق. وراح يكون تحت، يعني راح ابني انه يكون يمكن اسوي 4 أو 3 شقق كبار، يعني نفس ما نقول الشقق هاي في اي بي، راح يكون هذه سعره شوي غالي. حلو، خلنا نمشي بسرعه قبل الليل لان صاير الليل. حلو، هذا الطبيب، تذكرون الطبيب اللي وريتك اياه قبل؟ الحين شوف الفرق بينه وبين الوان، الحين عطى نفسه طبيب، كنا طبيب بوكيمون من مستشفيات بوكيمون القديمة. نكمل نشوف الطبيب. اثثته شوي، حطيت الكراسي اللي اقول لكم، حطيت الطاولات، ضبطته، خليت المهندس شوي احلى شكله من برا ومن داخل، وحطيت له خريطة يعني عشان يطالع ويعيش الجو، وطاولات كذي حركات للطبيب، الطبيب راح يستانس ان شاء الله. خلينا نشوف الحين الاشياء الثانيه، هذه اشياء قديمه اللي وريتك اياها، بس الصبغ ما اخذ حتى والله حتى الليثات ما عاد حلو جوها. حلو، الحين ندش على الحلاوه. الاماكن هذه او الكشكات الخمسه اللي قدامكم هذه راح تكون للاجار، للاجار. الحين تقول تاجر ايش اسوي فيها هذه؟ هذه بتكون لاجار حق السيرف، يعني واحد بيجي ياجر ويبيع شغلات، مثلا عشان عنده مثلا رجال فنان بصناعة سروج، عنده سرج بيبيعه، يجي هني يجي هنا عنده 5-6 سروج، هذا ميت، 5-6 سروج يجي هني ويبيع، يلا على كم؟ على نص، على 50، بيع بيع بيع، فتح الباب يلا. اي وشغل البيع والشراء هني راح يكون ومكشوف وحلو حق الناس، يعني عشان تشوفه قدام البوابة الثالثة راح يسويها اللي ما سويتها، راح يكون مكشوف وحلو على الناس. وحالاته انه يقدر يبيع شغلات ثانيه اللي هي الديناصورات، الديناصورات بتكون هني، بيع الديناصورات بيكون بالمكان هذا. انا تاكدت انه يصير نقدر نبيع ديناصورات، يعني مثلا انا روضت ديناصور، البنك عنده كم ديناصور يقدر يبيعها، او مثلا واحد روض ديناصور نقدر احنا نشتريه ونبيعه هني كذي، يكون بيع وشراء بالديناصورات. لحين ما سكرته ويمكن اكبر هذا شوي ارفعه، راح يكون شكله حلو. جنب الديناصورات المطعم، المطعم هذا راح يكون اكبر شيء بالسيرفر، من برا تصميمه خرافي ومن داخل احلى واحلى. الحين بوريكم من داخل، بس انطوا خليني اوريكم من برا، من برا جاي من نص البحر وحركات، والحين اوريكم.
من الداخل فيه طاولات برا، هذا احلى تصميم شفته، يعني احلى تصميم سويته اقول، بس ليه ما صبغته طبعا وبنضبطه بعد زياده اذا فيه اذا في مجال. الحين هذا التصميم اللي داخل كذي ماخذ الجو الحلو، جو المطعم وجو الناس تتجمع فيه عشان مثلا تتجمع فيه تاكل، تتجمع فيه تسولف، تتجمع فيه ترقص، اي شيء اي شيء اي شيء تسوي تجمع فيه، اللي يبغون يسوون يسوون المطعم. مطعم مفتوح للكل، هذا واحد طالع مسافر وما ادري شنو. في هني طاولات على اليمين عشان الواحد يقعد، ويعني مثلا شوف شوف شوف، مثلا واحد يقعد هني ويقعد يسولف ويا ربعه وصب واكل واشرب وناسه. وغير كذي في ماي هني على اليمين، يعني يبي يعطش مو لازم يقط نفسه بالبحيره، لا يشرب ماي هني، ومكيف مكيفين هني ومكيفين هناك، يعني صار اربع مكيفات. الجو سمبتيك بالمطعم، والبلكونه مو البلكون يعني الطله هذه راح تكون بالبحر وراح تطل على المدينه، يعني بالنص راح يكون جوها عجيب. يعني صار الليل مشكله يعني، بس يلا عادي راح يكون جوها عجيب. الحين تقول اللوحه هذه شنو مكتوب فيها، خل مكتوب فيها لانه واحد كاتب فيها ما عليه. مثلا اللوحه هذه راح تكون راح افهمكم موضوع حبه حبه، لان المطعم بيكون مو بس مطعم يبيع لك اشياء. انت الحين ما شفت المطعم صح من داخل، خلني اوريكم عشان اشرح لها حبه حبه. اي لا لا خلنا قبل المطعم، خلنا هني نشرح. هني الله يسلمكم في ست لوحات موجودة هني، حلو. اللوحات هذه شنو فائدتها، وهني بعد ست لوحات غير السابعة اللي فوق. هذا اللوحات هذه راح تكون مهمات، مهمات في اليوم كله يوميا راح تصير في ارك. راح يجي الحداد او المهندس، يعني الحين كاتب بلاك سميث صح، يعني الحداد راح يجي يحط لك هني مثلا مهمة اليوم، مثلا 50 وود ب25 لولو. اوبا 25 لولو ابيض يعني مثلا، فهمتوا؟ يعني كذي راح تكون الناس تسوي مهمات وتاخذ فلوس، يعني مو بس الناس راح تلعب وتضيع وما ادري شنو، راح تدش الناس وتاخذ فلوس وتسترزق وتقدر تسوي مهمات. اللي يسوي مهمات يعني يسوي الثلاث مهمات راح نعطيه حبه لولو اسود. وهني نفس الطريقه هذه مالت الدكتور، مثلا الدكتور عنده اشياء يحتاجها يكتب هني مثلا اشياء اللي يحتاجها، ست اشياء الناس تجي تسويها، واذا سوتها تروح تعطيها الدكتور والدكتور يعطي فلوس. راح تكون في شري وبيع ومهمات ورزق وناس تستانس كل ابوهم. الحين ندش عند غرفة الطباخ، هذا عند غرفة الشيف. لا تقولي غرفة الشيف شو بيكون عنده، بيكون عنده تشولة كبيرة من النار، يعني شوف مثل الحين شب النار بس يشوي الأكل سريع حيل، وبالغاز تشتغل، هذه حالاتها ما تحتاج كهرباء. وغير كذي بيكون عنده ثلاجتين حلوات يقدر يحط فيها اللي يبي، مثلا هذا الاكل. والله الاكل هذا حاطه من زمان، صار لي اسبوع ليح ما خرب. شوف خربت منه كم حبه، اوف ما اخذت 24 حبه. وهذا الليمون، الليمون انا اقول لك وين راح يجيبه. حلو. وهني راح يكون مثلا خلنا اشرحكم شوي، هذا راح يكون على اليمين مثلا حق الطباخ، يعني عشان يعرف. هذه مثلا اللحوم او الاشياء اللي طالعه من لحم، وهذا وهذا اشياء نباتيه، يعني اشياء نباتيه راح تكون ثلاجتين مختلفه. واذا احتاج بعد تخليه ثلاجه ثالثه. وحطيت له ماي هني يطلع من الدريشه، وماي ثاني يعني عشان يشرب ويتدلع. وغير كذي حاط له مكيف بعد. الطباخ بيكون هو يعني الانسان اللي اجتماعي اكثر واحد في السيرفر، راح يكون هو يعني يسوي اشياء واجد. ادري حسيت اني طولت في الشرح، بس اشياء واجد قاعد اشرح لكم، لان بيكون بعدين راح افصفص كل شغله بشغله، يعني شنو ايش يسوي ايش هذا عشان لا يضيع. هذه بتكون يعني حق العصاير، يعني العصاير الحلوه، عصير العنب المقدد ولا شيء. بتكون عصاير كذي يبيعها، يقدر يبيعها هني والناس تستانس كلوها. خلنا نصعد فوق، هني في درج عند المطعم، خلنا نشوف نصعد فوق ونشوف شنو فوق. فوق اوه شنو طحت، يلا عاد ما اعرف اصعد. حلو. فوق هني بيكون مطور كهرباء عادي، بس هني الدخله حلوه بوم. هذه الدخله راح تكون زراعه حق راعي المطعم، راح يكون يزرع فوق. وغير كذي الزراعه شنو تحتاج، تحتاج سماد صح، وتحتاج بذور. بذور سهله، احلها سهله، بس السماد وين راح يجيبه؟ راح يجيبه من حظيره الحيوانات اللي وراه، اللي نبيع حيوانات، راح يكون في سماد واجد.
راح ياخذ ليل ليل، يعني ما راح يخلص عند السماد، يعني كل شيء قاعد يكمل الثاني، يعني ما يجيك احد يعني يخرب الموضوع ولا يجيك شيء غلط، لا كل شيء يكمل الثاني. الحين انا كنت زارع بطاط بس ما ادري ايش في خرب. طبعا اللي راح يشتغل مطعم لازم يكون عارف يعني ايش بيسوي، يعني هذا السماد الحين عنده هذا الليمون اللي زرعته، ويطلع بسرعه الليمون سريع حيل، يعني بالتصميم اللي سويته صار سرعه الزراعه قويه حيل. شوف 200% 210% الزراعه، يعني بسبت الدرايش اللي حاطه فوق والماي اللي فوقها على طول، وكل واحده لها ماي، صار سرعه الزراعه سريعه حيل، يقدر يزرع اشياء واجد. واذا احتاج بعد راح نقدر نكبرها هني من قدام، اذا احتاج يعني بعد زراعه عشان يزرع اشياء، وفي طبخات عجيبه وغريبه طبعا في ارك وناس ما تعرفها واغلبيه الناس. حلو. بعد ما طلعنا هني السجن انا للحين ما خلصته ولا خلصت، في اشياء واجد انا بسويها بالسياره بعد اكملها. وين اخوتي؟ ما عندي. المهم في اشياء واجد بكملها، لان للحين انا احس ان الحين وصلت مرحله قويه ان بدت توضح الاشياء. خلني اوريكم اللي المبنى الاخير اللي بيكون يعني شيء اضافي للناس تستانس فيه. طبعا الشيء الاضافي هذا بيكون يعني حق الناس اللي تبي مهمات تبي حماس، راح يكون بالمبنى هذا اللي حما حتى اثثته ولا حطيت ليتات. المبنى هذا راح يكون حق البنك خصوصا، يعني شي بيسوي يعني يجي البنك، او انه مثلا السيرفر متجمع كله بالمطعم، راح البنك هي صعبة شرحها، بس يعني شو بيكون؟ بيكون هني يعني تجمع، او مثلا طلع مثلا ما ادري شلون يشرحونها بس، او ما ادري شنو كلمتها، مثلا تقول حملة ان تطلعون بر المدينة، تطلعون بخطط، تطلعون باشياء يعني ادوات اللي تقدر تساعدكم بر المدينة. يعني مثلا انتم مثلا 10 رياجيل او 10 لاعبين تبي تطلعون كلكم، لازم يكون فيكم قائد عشان يقدر تطلعون، يعني مو شرط انكم تعرفون بعض، يعني هذه الحملة راح تكون منظمة انكم تطلعون كلكم برا المدينة، لان المدينة برا خطر حيل ومكانها خطر حيل. وهذه الاشياء الصناديق كلها فاضية وراح تكون فاضية، بس وقت الطلعة راح يعني يجي البنك عشان يعطي الناس مثلا كل الناس يعطيهم اسلحة، يعطيهم دروع، ويقول لهم يلا، ويخلي معهم قائد عشان يمشيهم. راح اشرحها بفيديو الحال، لان هذه بلا شرح قوي حيل وصعبة فكرتها، وان شاء الله راح تضبط. وبس المهم الحين خلصنا الاشياء الاساسية اللي في السيرفر. اي ما وريتكم لحظة وريكم شيء بالحداد. حلو الحداد، مو قلنا احنا راح نسرقه؟ يعني مثلا الحين خططنا وما ادري شنو راح نسرقه خلاص، والحداد يعني الحين مسكين فقير، يعني تسرق ايش تسوي فيه؟ خلنا نشغل بس الشمعة عشان نطالع ده، يعني تصدق يروح فيها خلاص الحداد. إذا صارت السرقة ونطفى قراصة تيركس قاعد يكسر فيك، شو يسوي؟ راح يكون معاه الشعلة هذه، الشمعة هذه، شو بيكون؟ حاط له دريش هني عشان يرمي الشمعة وتروح وتجيب إنذار حق منه؟ حق الشرطة. يعني هذا الإنذار بيكون كذي شرخيات، يعني فكرة بتكون حق كل كذي، يعني يقدر يرمي شرخيات ليل ليل، ويقدر يسوي ويطالع السير، يعني الشرطة راح تتفاهمون على طول، راح يدرون بالشعلة هذه انذار للحداد، ويجون على طول ويحلون الموقف. يعني راح يكون حماس بالسير ان شاء الله. خلى شرخيات الحين، خلنا نفرح، خلنا نستانس، لان خلاص السير تمام. ويلا يا جماعة كل هذا نهاية الحلقة، ما اقدر اقول حلقة، بقول سيرفر، لان للحين ما صارت حلقات، بعدين راح تصير حلقات وتصير حماس كله، يصير كل شيء موجود. خل بس نشعل للجو، طبعا هذا قاعد العب فيه واجد. بس يا جماعة هذه كل نهاية سيرفر، ان شاء الله راح يكمله، وراح يكون يعني سيرفر احلى واحلى ان شاء الله. واعطونا حماسكم، لان بحماسكم قاعد نزيد الاشياء، قاعد نبدع اكثر. يلا يا جماعه هذه كنايه سيرفر، يلا والسلام، خير ختام.